بالشكر، ألف شكر العميد محيي الصرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. سيادة العميد أهلا بيك. وائل، هل تم إقالة المهندس يسر هنري منذ قليل؟ هو طبعا يا فندم حضرتك بتكلمني واحنا موجودين في اسكندريه، واحنا موجودين في الشارع دلوقتي. يمكن الخبر دوت احنا سمعناه، سياده الوزير كان موجود في قلب الشركه هناك وقبل استقاله المهندس يسر هنري، وهو يمكن سياده الوزير معانا في الشارع برضو بيتابع. هو ماسك الصرف الصحي في الاسكندريه؟ ايوه، اللواء يوسف هنري ماسك شركه الصرف الصحي الاسكندريه. تمام يا فندم. ويمكن بالنسبه للامطار والحاجه كلها، احنا يمكن في 44 شفاط متواجدين حاليا من شركه صرف القاهره والجيزه والغربيه ومطروح، وبالاضافه للعربيات اللي موجوده بتاعه اسكندريه. انا موجود مع سيادتك وانت بتكلمني دلوقتي، احنا بنمر من اول الشاطبي لغايه المنظره. الحمد لله مفيش نقطه ميه موجوده في الشوارع، العربيات كلها دخلت الشوارع الجانبيه عشان تشفط بقيه الميه المتواجده، اذا كان نفق 45 او نفق المنظره. الحمد لله الحاله مستقره الان. طيب، هنا تم تحميل رئيس شبكه الصرف الصحي بالاسكندريه جزء كبير من المسؤوليه يعني. هو يعني تسمحي حضرتك، احنا بالنسبه لشبكه تصريف الامطار هي مش مسؤوليه اي شركه من شركات الصرف الصحي، لان من المسمى بتاعنا يا فندم هي شركه صرف صحي وليست شركه لتصريف مياه الامطار. مياه الامطار ليها شبكه تصريفها بيكون تابع للمحليات. طب امال تمت استقالته على اي اساس؟ هنا مسؤوليته عن ايه؟ لان هو يعني هو عموما شبكه الصرف، انا لو دافع عنه، ان شبكه الصرف الصحي في الاسكندريه منهاره تماما يعني. بس هو يعني هو بالنسبه طبعا اي حاجه يا فندم، الشبكه بتبقى محتاجه بعض التدفقات النقديه اللي هي بتخلي تعمل عمليه احتلال وتجديد، بتعمل عمليه مشروعات. الكميه المباني اللي اتبنت خلال السنتين اللي فاتوا دول يا فندم، كم العشوائيات اللي اتبنى طبعا اثر برضه يا فندم على الشبكه. النهارده انا لما حضرتك بتلاقي شبكه مصممه ان هي تستقبل 1,400,000 متر مكعب ميه صرف، بتلاقيها دخل عليها كمان 2 مليون متر زياده او 3 مليون متر زياده، فطبعا مش هتقدر تستوعبهم ولا حتى التصريف في اي مطبخ هيقدر يصرف ده، حتى لو عملت باي باس وصرفتهم على طول على المصارف. فدي مشكله حضرتك احنا بنواجهها. انا بطمن حضرتك احنا متواجدين حاليا في العصافره، في شفاطات ميه موجوده متواجده حاليا بتشفط الميه من الاماكن اللي موجوده اللي فيها تجمعات ميه. طيب، لكن هنا شبكه الصرف الصحي بقى في الاسكندريه بقول لحضرتك انها منهاره يا سياده العميد، هتعملوا معاها ايه؟ حضرتك ده فيها عايزه بعض الفلوس. السيد رئيس الوزراء صدق ب 75 مليون جنيه ان احنا نقدر نعمل شغل فيها سريع، نقدر نخرج بيها من المنطقه اللي احنا فيها او من الزنقه اللي احنا فيها ديت بالنسبه للاستيعاب بتاع الميه. طيب، بتوجه